السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ومع اسم جديد سنتعرف على معنى اسم أسماء وصفات حاملة هذا الاسم. يعد اسم أسماء من الأسماء العالم النادرة التي تستخدم منذ زمن طويل ولا تزال منتشرة حتى الوقت الحالي، وهذا يعود إلى تميز الاسم وجماله، مما يجعل الأزواج في الأجيال الحديثة يقبلون على تسمية بناتهم به. لهذا سنقوم بسرد كامل المعلومات التي تخص اسم أسماء فيما يلي، تابعونا. معنى اسم أسماء: قد يكون معنى اسم أسماء غير واضح للبعض، لهذا يجب أن نوضح معنى الاسم بصورة تفصيلية. بحيث جاء اسم أسماء في صيغة الجمع ومفرده اسم، ولكنه لا يستخدم بالطبع كاسم عالم مؤنث، وهو كل لفظ يقال على أي كائن حي أو أي شيء غير حي للدلالة عليه. وقد استخدمه العرب منذ القدم كاسم عالم مؤنث، وبالتحديد منذ الجاهلية أي قبل ظهور الاسم، واستمر استخدامه حتى بعد ظهوره مع العلم. أي أن الاسم يكتب بصورة صحيحة أسماء، أي بهمزة القطع، على عكس مفرده الذي يكتب بهمزة الوصل. وهناك رأي يقول بأن معنى الاسم قد جاء من السمو، أي الرفعة والشموخ والارتقاء، ولكنه رأي ضعيف. صفات اسم أسماء: أولا، فتاة تتمتع بقدر كبير من الذكاء، لذلك هي ناجحة ومتفوقة في حياتها. ثانيا، لديها القدرة على الموازنة بين حياتها الشخصية والعملية، حيث تستطيع إدارة الاثنين بنجاح بالغ. ثالثا، صديقة وفية وزوجة مثالية، كما أنها أم ممتازة وصديقة لهم. رابعا، لديها حس فني رائع يجعل ذوقها في الحياة مميزا عن الجميع. خامسا، هادئة وعاقلة ورازينة، لهذا نجد من يعطيها عمرا أكبر من سنها الحقيقي. ولنتعرف على عيوب اسم أسماء: عنيدة للغاية، ومن الصعب أن تتراجع عن رأي لها ولا تعترف بخطأ لها أبدا، وتميل إلى التصنع أمام الآخرين حتى تظهر وجها غير حقيقتها. ولديها طابع سيء، وهو حب السيطرة على الآخرين، بحيث لا ترغب في أن يكون أحد معارفها على أي علاقة بأي أحد. اسم أسماء في القرآن الكريم: أحد المميزات المتواجدة في اسم أسماء أنه من الألفاظ القرآنية التي جاءت في التنزيل الكريم أكثر من مرة وفي أكثر من سورة مختلفة من المصحف الشريف. وما يجب توضيحه أن معنى الاسم لم يختلف في أي من المرات التي جاء فيها في القرآن، منهم قوله تعالى: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. سورة الأعراف. هل اسم أسماء مسلم؟ معروف أن أصل اسم أسماء عربي، كما أنه يتمتع بالطبع الإسلامي، وهو ما تعرفنا عليه بعد أن ذكرنا أن اسم أسماء قد جاء في القرآن الكريم. ولا يقتصر الأمر عند اسم لفظ قرآني فقط، بل أنه يتحلى بالطبع الإسلامي، بسبب أن أسماء بنت أبي بكر الخليفة الأول للمسلمين قد عرفت بهذا الاسم، والتي اشتهرت في التاريخ العربي الإسلامي ذا النطاقين. وبالتالي يعد أسماء أحد أفضل الأسماء المستحب التسمية بها في الدين الحنيف. يسعدنا دائما أن تشاركونا ببعض المقترحات الخاصة بالأسماء العالم التي تحبون أن تتعرفوا عليها بصورة مفصلة، حتى نقوم بعرضها عليكم في الفيديوهات القادمة الخاصة بمعاني الأسماء. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.